مسح الوجه باليدين في الدعاء، تجد أن الأمة لم تزل عليه خارج الصلاة، ولم ينكره أحد إلا من المتأخرين. بل روى عبد الرزاق بسند صحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين أنه قال: لم يزل الناس إذا فرغوا من دعائهم مسحوا وجوههم بأيديهم. هذا الرجل من القائل؟ تابعي سهلة. من أدرك؟ خلونا ما نقول الصحابة عشان ما يزعلون الناس اللي عندهم الآن المسألة إن هذه بدعة. أدرك التابعين. أترى التابعين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم القرن الفاضل بعد الصحابة يجتمعون على بدعة؟ ما الجواب؟ لا يمكن. وإلا ما معنى تزكية الشرع لهم؟ ما معنى تزكية الشرع لهم في مسائل أخرى؟